ازيكم؟ امبارح 3 من رجالتنا ماتوا، والنهارده زارني رئيس شرطة ستريلز وقال لي ان السفير البريطاني بعت له تقرير بيقول فيه ان في راجل بريطاني اسمه راسندل اختفى من مدينة زندا، لقوا شنطته في محطة القطر، وفي راجل فرنساوي من باريس تحديدا اسمه جورج فازرلي متأكد ان راسندل كان مسافر مع انطوان دي موبان. سألني اذا كنت اعرفها، فقلت له هي خدامها ضيوف عند مايكل. بعدين قلت له ارجع ستريلسو انت وقول للسفير اللي عرفته وسيب الموضوع ده عليا، وبقى ارجع لي بعد اسبوعين هكون وصلت الحاجة. هما اسبوعين بالظبط ولازم الدنيا تخلص، اللعبة اتكشفت خلاص. وجود الضابط في اليوم ده ترتب عليه اننا مهوبناش ناحية القلعة، وده خلى روبرت حاسس بالامان لدرجة انه كان راكب حصانه ومش خايف خالص، بس اول ما شفته جاب ورا. سألته بخبث، اخويا عامل ايه دلوقتي؟ قال لي كويس، بيتمنى يكون في ستريلسو. فقلت له يا روبرت انت لسه صغير، ليه بتعمل كل ده؟ لو افرجت عن سجنكم انا هساعدك، انت مش مجبر تشتغل عند اخويا. روبرت سكت ثواني وبعدين اتكلم بهدوء وقال انت ممكن تكون صح، روح احجم على القلعة وانا هقولك امتى، بس سبت وفريدز لازم يموتوا، وكمان مايكل والملك، مفيش حد هيفضل عايش غيري انا وانت وبس، انت هتفضل ملك وانا اخد مكافئتي. قلت له انت فعلا عايز تشتغل ضد مايكل؟ قال لي هو مش راجل كويس، مضايقني جدا، انا تقريبا كنت هقتله امبارح، المهم فكر كويس في خطتي. بعد الحوار ده سبت شافني وانا غرقان في التفكير، بس مرضتش اقول له انا بفكر في ايه. شويه والباب خبط، كان ولد مع رساله، والرساله كانت بتقول جوهان هيديك الرساله دي، انا حذرتك قبل كده، مايكل عارف اني ساعدتك لما كنا في بيت المصيف، دلوقتي هو حبسني في القصر بتاعه لانه ما بقاش بيثق فيا، لو سمحت لو تقدر انقذني من البيت اللي كله قتلين وقتل ده انطوانيت دي موبان. اعمل ايه دلوقتي؟ الوقت بيضيع كده، يا ساعد مدام دي موبان يا ساعد الملك، كمان سمعت ان الناس في ستريلسو مش عاجبهم اني بعدت عنهم المدة الطويلة دي، فعشان اخليهم مبسوطين خليت الرسل بتوعي يقولوا لهم اني بجهز مع فلافيا لفرحنا، وطبعا الخبر ده خلاهم مزقططين، بس مش كل الناس اتبسطوا بالخبر، جوهان قال لنا ان مايكل اتعصب جدا لما سمع الخبر، وكمان الملك بقى تعبان قوي لدرجة ان مايكل طلب له دكتور، الدكتور قال له انه لازم يفرج عن الملك، بس طبعا مايكل رفض وخلى الدكتور يفضل مع الملك لغاية ما يتحسن أو يموت، اللي يحصل الأول بقى. جوهان قال لنا كمان إن أنطوانيت بتراعي الملك وبيحرسوا 2 من رجالة مايكل طول الوقت، وبرغم إن جوهان ما كانش عايز يرجع القلعة لكن إحنا دفعنا له كويس عشان يرجع ويكمل دوره، وعرفنا منه أماكن كل الناس في القلعة بالليل ومين معاه مفاتيح الأبواب. قلت لجوهان أنا هديك 50,000 قطعة ذهبية لو عملت بكرة بالليل اللي هقولك عليه دلوقتي، بس قولي الأول أنا سمعت إن في خدم جداد في القلعة، هم عارفين إن الملك محبوس هناك؟ جوهان قال لي لأ. قلت له يعني لو شافوني هيفتكروني الملك؟ فقال لي أكيد. قلت له خلاص بكرة بالليل ادي رسالة دي لأنطوان دي موبان، والساعة 2 افتح باب القصر الخلفي، وأهم حاجة تعمل اللي بقولك عليه وانت ساكت، دي فرصتنا الوحيدة عشان ننقذ الملك. لما مشي جوهان قلت لسبت وفريدز على خطتي، اللي هي سبت هياخد الرجالة لباب القصر الخلفي، ولما جوهان يفتح الباب هيدخلوا بسرعة ويربطوا الخدم لو طلعوا مش عايزين يساعدوا الملك، في نفس الوقت أنطوانيت هتصرخ عشان حد يساعدها، فمايكل أكيد هيروح يشوف إيه اللي بيحصل، وساعتها هنمسكه، وكده هيفضل رجالة مايكل 2 اللي بيحرسوا الملك، فهنحتاج نتحرك بسرعة جدا قبل ما هم اللي يهجموا علينا. ملينا بيت تارلينهام نور وموسيقى، خلينا كده حاجة قبها عشان الناس تحس اننا عاملين حفله، واكدت على اتفاقي مع المارشال ستراكن يحمي الاميره والبيت، ولو ما رجعناش بكره يروح القلعه ويسال على الملك، لو الملك طلع مش موجود هناك يرجع بسرعه للاميره فلافيا ويرجعها العاصمه عشان تبقى الملك. الساعه 12 بالظبط سبت خد رجالته وراح القصر، وانا رحت لوحدي من طريق مختلف للقلعه ومعايا هدوم تدفيني واسلحه وحبل، بعد نص ساعه
وصلت خندق المية وسبت حصلني. حطيت أسلحتي وسط الشجر وربطت الحبل في شجرة تانية ونطيت في المية. عمت لغاية الماسورة اللي تحت الشباك، بس المرة دي كانت مربوطة في الحيطة ومفيش أي نور طالع منها. بصيت على القصر فشفت شوية نور جاي من أوضة مايكل وأنطوانيت دي موبان. بعدين شفت روبرت وديجوتي رايحين القلعة من طريق الكوبري، وسمعت روبرت بيقول لديجوتي يلا نروح قبل ما يقفلوا الكوبري. مشيوا وكوبري اتقفل، وبعد كام دقيقة روبرت رجع لوحده، بص حواليه وبعدين نزل بشويش كام سلمة مخفية لخندق المية وفضل يعوم لحد ما طلع كام سلمة في الناحية التانية واختفى. هو بيعمل ايه؟ تقريبا مش انا لوحدي اللي عندي خطة. مية الخندق كانت ساعة قوي، فاول ما روبرت اختفى طلعت بشويش واستنيت عند بوابة الكوبري اللي جنب القلعة. دلوقتي مفيش غير ديتشارد وبيرسنن وديجوتي اللي بيحموا الملك في سجن. لو بس كان معايا مفاتيح قط الملك كان زماني. لا لا لازم اصبر. الليل كان هادي، بس الساعة واحدة سمعت صوت عالي جاي من القلعة. بصيت على شباك من الشبابيك شفت خيال بيمشي وست بتصرخ ساعدوني يا مايكل الحقني. طبعا دي انطوانيت، ده بالظبط اللي قلت لها تعمله في الجواب اللي بعته لها. بس غريبة، المفروض كانت تستنى ساعة لحد ما رجالتنا يوصلوا لباب القصر الخلفي وجوهان يفتح لهم الباب. أخدت سيفي عشان أبقى مستعد اللي هيحصل، بس سمعت تاني أنطوانيت بتصرخ يا مايكل ساعدني ده روبرت هانزو. مايكل أكيد سمع صريخها لأني سمعته بيجري عشان يساعدها وكان معاه خدمه. سمعت صوت روبرت بيقول يا مايكل الست دي بتكتب جوابات سرية لراسندل، لازم تتعاقب. مايكل رد عليه دي ضيفتي، أنت اللي محتاج عقاب يا روبرت. كان في صوت ضرب ودوشة، حرب بالسيوف بدأت في الأوضة وكان صعب إن أشوف إيه اللي بيحصل، لكن قدرت أشوف روبرت وجوهان من الشباك. دي ليك يا جوهان، أنا عارف إنك جاسوس لراسندل. روبرت قالها وهو بيضرب جوهان بالسيف. إيه اللي حصل لجوهان؟ لو اتصاب هيفتح الباب لرجالتنا إزاي؟ من الدوشة اللي في الأوضة استنتجت إن روبرت بيتخانق مع رجالة كتير جدا وأكيد هيتمسك. بس فجأة سمعت صريخ وشفت روبرت بينط من الشباك لخندق المية وفضل يعوم لحد ما هرب. وبعدها على طول اتفاجئت بديجوتي في ظهري، غزيته فوقع على الأرض هو وسيفي. لمحت المفاتيح وسط هدومه، كانوا 3 مفاتيح. وأخيرا قدرت أدخل الأوضة اللي محبوس فيها الملك. فتحت أول باب قابلته لقيت نفسي عند كام سلمة بتوصل لأوضة ضلمة وبرد، النور الوحيد جاي من شمعة موجودة في الجنب. نزلت السلالم فقدرت أسمع أصوات جاية من أوضة الملك. بالراحة مشيت ناحية الباب، لكن رجعت بسرعة بس بالراحة لما لقيت الباب بيتفتح فجأة. وساعتها قدرت أسمع صوت ديتشارد بيقول لحد ما ينفعش نقتله دلوقتي وإلا هنبقى في مشكلة. وأول ما حد منهم ظهر ضربته بسيفي، ولما وقع على الأرض عرفت إنه بريسنن. ديتشارد حس إنه في خطر فقفل الباب بسرعة. هو دلوقتي لوحده في الأوضة مع الملك. يا لهوي لو نفذ خطتهم الملك فعلا في خطر. أخدت مفتاح من المفاتيح وبسرعة فتحت الباب بعصبية، وكنت فاكر إني هلاقي الملك ميت، لكن الحمد لله لقيت دكتور الملك ماسك ديتشارد والملك مربوط في ركن. كان ضعيف وتعبان وخايف جدا، والدكتور كان منهج جدا جدا عشان فضل ماسك ديتشارد فترة طويلة. وقبل ما أقدر أساعده ديتشارد عارف يفلت منه وموت الدكتور بسيفه. ديتشارد بصلي وقال أخيرا. مسكت سيفي وكنت محظوظ ان ديتشارد ما كانش معاه مسدس. فبدأنا المعركة، هو كان اشطر مني بكتير، كان عارف كل الخدع وابتسم لما ضربني في دراعي. انا كنت خلاص هموت لولا ان الملك ساعدني. الا اول ما بصلي قال ابن عمي رادلف. اول ما عارف انا مين قعد يضرب ديتشارد برجل الكرسي على قد ما يقدر، وانا بقوله اضربه اكتر اضربه في رجله. رجل ديتشارد اتضربت لحد ما بقى مش قادر يقف، وده خلاه متعصب جدا فغزل الملك بعزم ما فيه. لكن اول ما عمل كده وقع على جسم الدكتور، فكان سهل جدا ان يموته. بس كده الملك مات هو كمان ولا ايه؟